هذا وكان طيران العدوان السعودي استهدف بغارة تجمع لمرتزقته في منطقة البلق، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف مجموعة من المرتزقة بعد فرارهم من ميدان القتال، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى. كما تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير 15 آلية ومدرعة تابعة لتحالف العدوان السعودي وقتل العشرات من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة عناصر المرتزقة والغزاة التقدم باتجاه تبة المصارية والبلق غرب مدينة مأرب.